صرنا معودين على شركات كل يوم بتعمل نفس التليفونات. اليوم وهالعجقة اللي شايفينها قدامي كلها شركة جديدة ومش جديدة، هي جديدة ايه، أول مرة بشوف التليفون تبعها بالسوق، بس هي منبثقة من شركة تانية. ولأول مرة حسب أنا رأيي الشخصي بشوف كمستر تك إنه عندي هاتف فيك تغير الخلفية تبعته، فيك تغيره كليا الهاتف كشكل وألوان بنفك براغي صغير. سي ام اف شركة منبثقة عن ناثينج نزلت هاتف، نزلت ساعة اللي أنا لابسها، ونزلت سماعات وأكسسوارز تانيين. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، و هيدا الهاتف برة الصندوق. مرحبا جميعا، معكم يا سالم، حلقة جديدة مستر تك. حكينا عن سي ام اف من قبل السنة الماضية، كانوا منزلين ساعة، كانوا منزلين سماعة. لأول مرة بنشوف سي ام اف أو فون 1 من سي ام اف باي ناثينج. اول شيء العلبه انا فتحتها واستعملت الهاتف، بس هو التليفون لونه مش ازرق، انا غيرت لونه للهاتف. هو كان اللون الاساسي تبعه المفروض يكون هون لانه انا فكيته. ايه مظبوط، هذا اللون الاساسي اسود بفك براغي صغير. فيكم تفتحوا الهاتف وتعملوه اللون اللي بدكم اياه، هذا المفك، هذا مع البراغي تبعه له مع كل شيء، فيكم تغيروه. في عندكم كذا لون جاي عندكم، هذا اللون الاحمر او الاورنج، في عندي الازرق، انا حبيت حبيت ازرق لانه الكاستك هذا تبعون الساعه اللي راح نحكي عنها بعدين ازرق. في عندهم هذا اللون النيلي يمكن شو اسمه، ولكن خذوا الاول. فتخيلوا انتم ما بتغيروا كفر لكن بتغيروا الكيس تبعون التليفون بنفك صغير، فكره مجنونه. هذا بالنسبه لاول شيء لفت لي نظري بالهاتف، العلبه بيجي فيها مثل ما شايفين هون الكيبل التايب سي من ميلتين، وبيجي عندي اكيد هيدا المفك الصغير اللي هو حيخليك تغير اللي بدك اياه. هذا البن اول شيء المفك، وين تركت المفك؟ المفك تركته هون، هلا هفرجيكم اياه مره ثانيه، بس يطلع معي هذا كرمال البن اللي تغيروا الشريحه، بس مش ثاني. هذا المفك من ميلة في البن ومن ميلة في عندي المفك. ولا على التصميم مثل ما انتم شايفين شباب لك كثير التليفون رائع، تصميم رائع رائع رائع، برات الصندوق برات كل السنه دي. انا في محلات يا جماعه بتشوفوا الهاتف انتوا بتقولوا هذا الهاتف شو هو شو ماركته، لا انت عندك تصميم جديد مع هيك ايلاند لوحده. هون وزنه 197 جرام، بس خلينا نشيل هدول على جنب شوي نحكي عنهم بعدين. وسماكة صغيرة يعني 8 أو 9 تقريبا. حلو، عندي كبسة الباور موجودة هون، عندي محل للاثنين سيم كارد تايب سي أكيد مع السماعة الموجودة، كبسة الفوليوم والأربع براغي الموجودين مع البرغي الكبير هون اللي أنتو عن طريقه فيكو هيك تغيروا الكفر الموجود. بصمة سريعة موجودة عندي إياها بالشاشة، ليكو عندي الأولويز أون ديسبلاي بعد لحالة هون، وزائد واحدة تانية مع الناثينج اللي شفناها من قبل، هيدي الثيم تبعون الناثينج كيف جاي. بفرجيكم إياها هون بس أول شيء عجبكم الديكور الجديد؟ اذا عندكم اي تعليق اسكروا، يعني هذا جديد، هذا حيكمل معي فتره يا جماعه مع لوجو مستر تيك، بس هو مقطوش شوي هون بس بالضبط، بس مستعجل لانه لازم اخلص، لانه بالوقت اللي انتم عم بتشوفوا هاي الحلقه انا بكون يمكن اول مره بروح على السعوديه، اول مره برياض للاطلاق الرسمي تبعه. فبالنسبه للشاشه عندنا اياها 6.67 سوبر اموليد ال تي بي اس 8 بيت كلر مع 240 تاتش سامبلينج ريت، وبتدعم ال 120 هرتز. بس بدي احكي شغله، هذا الهاتف يا جماعه هو متوسط، فئه متوسطه، وكل هدول المواصفات بفئة متوسطة، والسعر اللي رح اتركه بالاخر حتتفاجئوا كيف ناثينج عم تعمل هذا الشيء، كيف سي ام اف عم تعمل هيك باي ناثينج. حكيتها من قبل، كارل انت مخك يا ريت حدا عم يحضر هذا الفيديو ويترجم له لكارل، كارل البيج بوس تبعون ناثينج اللي كان مستلم غير شركة من قبل، ما بدي اقول انا، وبس نقل من هاي الشركة، كيف هذيك الشركة اللي كانت قبل بطلت عم تعمل كتير منيح، بينما هو بس عمل ناثينج وهلا على سي ام اف. وانا اتوقع ان هذا الهاتف حيضرب خاصة مش تعرف الاسعار تبعته. فبدي اقول لك انه انت وجماعتك اللي عم تفكروا يا كارل تتعملوا هيك هاتف بهيك مواصفات اللي حكملها بعدين، بهيك تصميم، بهيك سعر بالاخير، خلينا نكمل. بطارية 5000 مللي امبير مع شاحن او بتشحن بسرعة 33 واط، وشاحن عكسي 5 واط. يمكن شغله صغيره بس هيك نقطه صغيره انه ما بتتشحن وايرلس، بس احنا عم نحكي بهاتف من الفئه المتوسطه، مش يعني قليله من الهوات اللي بتدعم الشحن العكسي او الشحن الوايرلس، بس تمام. الهاتف جاي مع ميديا تك دايمنسيتي 7300 5 جي، 8 جي بي رام وذاكره داخليه 128 او 256، و8 فيك تعملها بوستنج وتصير مثل ما تعودنا بهواتف ناثينج اذا عم تلعبوا جيمز. هذا الشيء بياخذ التليفون كمان لمحل ثاني، انا شخصيا ما جربته مع الجيمز، ولكن
يعني هجرب وبخبركم بالمراجعه الكامله اللي هي هتكون له. انا هلا هاستعرض بس المنتجات اللي تم اطلاقها اليوم من ناثينج. مش حلوه بعد ساعه، عشان هيك حطيت اللون الازرق رائع، مع انه اللون المفضل عندي اكيد تعرفه. شو اللون المفضل عندي اللي بتاع مستر تيك من زمان؟ شو المفضل عندي؟ هو موجود على الطاوله هون. الهاتف جاي مع سنتين من الابديت مع اندرويد وثلاث سنين سكيورتي. يمكن كنت لازم تدفشوها شوي، تعملوها مثلا 3 سنين او 4 سنين. هذا للتليفون الجاي، يمكن هذا تعليق كمان عندي اياه بس تمام. بالنسبه للكاميرات، عندي الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل اللي عطت اداء، يعني بدي اقول انا متفاجئ فيها، متفاجئ اصلا لانه ناثينج، لا بس ناثينج 2 كانت منيحه، بس يعني كهاتف من هاي الفئه خاصه اذا جربتها بالتصوير الليلي عطى اداء جيد وجدا، وبالتصوير النهائي كمان عطيت جيد جدا. متفاجئ انه هذا التليفون بيصور 4K مع حماوي صارت فيما بعد، ولكن شوفوا التجربه اللي عملتها. تصوير ال 4K 30 اطار بالثانيه بهي الفئه السعريه، كاميرا جيدة جيدة جدا كمان مع بعض التفاصيل، مع 1X و 2X. والكاميرا الأكثر شيء حتستعملوها ال 1080 مع 60 طار بالثانية. راح الفوكس صح، الحمد لله، يرحمكم الله، شكرا، يرحمنا ويرحمكم. أعطوني رأيكم يا جماعة من الفئة المتوسطة مع هيك كاميرا كمان 1X و 2X. كاميرا السيلفي مع 30 طار بالثانية 60 1080 مع تفاصيل لا بأس فيها، واللي كمان بستعملوها للبلوج ومع سرعة، يعني في شوية تقطيش بس كمان منيحة. تصوير الفوتوز كان جيدة، مش الأحسن ولكن جيدة. ممكن على الابديت يكون عندي احسن بالكواليتي، ولكن يعني بدي اقول انه كبداية كتفاصيل جيدة، شوي بدها بعد اكتر بس منيحة. كان عندي بالليل شوية نويز، مع العلم انه انا عندي هون كاميرا من سوني، يعني حسب اللي انا شايفه بدي اقول انه افضل من المتوسط بشوي. IP52 والسعر خلينا للاخر. هذه على السريع مواصفات الفون 1. خليني بس اشيل الساعه لانه انا ما قدرت، يعني انا المفروض انا ماضي ان دي ان وانا ما البس الساعه واطلع فيها هلا، بس ما قدرت ما استعملها. خلينا اول شيء لكم انه هي اول ساعه انا بشوفها بالعالم فيكم حتى تغيروا الكفر تبعها بهي الطريقه، غير انه كنتوا فيكم تغيروا الكاستك، فيكم تغيروا الواجهه تبعها بغير شيء. وجاي معها واحده هون، هاي العلبة فيكو يعني بحطوها غير بزل، جاي تيتانيوم مع كثير من الوجوه اللي موجوده. شفنا الواتش برو 1 من سي ام اف من قبل، هيدي البرو 2 فيها كذا لون، في الازرق، في اورنج، ونسيت الباقي، في اسود اعتقد كمان. اللي عجبني فيها قديش بتضاين عندك البطاريه، 11 يوم من شحنه واحده اذا عم تستعملها مود سيفتي، وبتوصل عندك 9 ايام اذا انت متحطت الاولويز اون ديسبلاي مثل ما انا عاملها بهذه الطريقه. الطريقه فيك تغير هون، فيك تفرجيك مين اللي متلفن، فيك اكيد فيها ميكروفون فيك تحكي عليها مع نويز كانسليشن، هذا الشيء حلو بالموضوع. فرجيك بعده الثيم موجود تبعون ناثينج او سي ام اف. اول شيء التصميم تغير عن النسخه اللي كانت موجوده قبل، صارت دائريه. هيدي الدويره بتفك يا جماعه، بتغير اللي شايفينه هون، بتغير. الكاستك الازرق لابق مع السماعه الزرقاء اللي راح احكي عنها بعدين، والتليفون اكيد الازرق اللي موجود، فانتوا فيكم تغيروها هيدي كلها، تحطوا اورنج، تحطوا اسود، هذول بتغيروا كلهم. البطارية بتضايم حتى 12 يوم او 10 ايام استعمال المكثف فيها. اكيد بتفرجيكوا الطقس، بتفرجيكوا الرياضات، بتلعب عن طريقة موسيقى، فيك تشوف نبض القلب، قديش نمت، قديش المسافة اللي مشيتها بالرياضة، واكيد عن طريق هذا الكروم اللي موجود هون. في كتير من اول شيء الوجوه اللي موجودة فيك تستعملها، مثلا هيدي تمشي مع اللون الازرق اللي موجود بتغير. وهون بتفرجيك الهارت بيت، قديش نبض القلب، الاكتيفيتيز اللي عملتهم، السليب، عدد من الرياضات كثير، تقريبا فوق ال 100 رياضه. وهون في للسيركل الاشياء النسائيه كمان، فيك تعرفي موعد الشهري تبعك. الورد كلوك، يعني مثلا هلا انا فيني احط لانه انا عم صور بالرياض، فرجيكم فيكم تستقبلوا عنا المكالمات، وفيها سماعة بس أنا ما جربتها،
ممكن اجربها وافرجيكم اياها بالمراجعه الكامله، وفيكم تلعبوا عن طريقه موسيقى. هاي بالنسبه للساعة، خلينا نفرجيكم السماعه. انا بس يعني بنعتذر منكم لانه المفروض هذا الشيء انا كنت فرجيته بالاستوديو، ولكن طلعت الكاميرا مش اخذ اللي فوق. التصميم بعده مستوحى من اللي كان موجود قبل، نفس الشيء. هون عندي لون ازرق، في عندك اللون الاورنج كمان بالبرتقالي مع نويز كانسليشن فيها. هيدا اللي شايفينه هون، شفتوا؟ فيكم تتحكموا فيها على طريق الفوليوم او نسبه الصوت اللي موجوده بالموسيقى اللي انتم عم تلعبوها. في مثلا كليك واحد تعملوا بوز، دبل كليك تمشوا ترجعوا الموسيقى، وتتحكموا بالفوليوم اللي موجود هون عندكم اياه. تحسوا انه ثيم واحد موجود فيهم للسماعات. البطاريه بتضاين 43 ساعه مستعمل الموسيقى من دون نويز كانسليشن، وهذا رقم صاروخي. اكيد عم نحكي اكيد مع الحافظه. فيك توصل السماعه واحده على تليفونين. اكيد ما بدنا ننسى موضوع انه تشات جي بي تي، وفيك تستعملها كمان كمساعد شخصي بس عن طريق السماعات. هذه كل الاشياء اللي تم اطلاقها من سي ام اف. اخوات جنود، في كثير من الاكسسوار اللي موجوده يا جماعه، مثل هذا الرينج وستاند، او في محل الكروت محفظه، هذه كمان فيكم توصلوها على الواجهه بتاعت مع توصلوها بالبراغي. في هيدا تتعلقوها بالسلسله. في شوفوا بعد، في كثير اشياء، في كثير اشياء اكسسوارز موجوده. المهم اذكروا لي شو اكثر شيء عجبكم، شو معلومات اكثر، رح اترككم السعر، وحيكون في عندي لكل شيء حلقه خاصه فيه اكيد له من منتجات سي ام اف. Nothing، انتوا على الطريق الصحيح. انا بحب منتجاتكم لانه هدول الاجهزه بمتناول الشعب، متناول الجميع. فلاج شيب لا، هدول للناس، لإلي، للعالم. هذا كان كل شيء لليوم. حلقة جديدة، بنشوفها الجمعة الجاي. عندكم أي سؤال اذكروا لي بالتعليقات، قولوا لي عجبكم الديكور الجديد ولا لا. في شوية تظبيطات هيك بتحسوا في فراغ، بس إنه ماشي الحال. سلام.